أحب برج الميزان، هذه قراءتك العامة. القراءة راح تكون حق الطالع الشمسي والقمري، راح ننظر فيها إلى جميع الجوانب المختلفة. راح نبتدي أول شيء بالجانب العملي من الحياة، المال والأعمال. ما الذي ينتظرك برج الميزان؟ برج الميزان، أنت كأنما في هاي الشهر تعرف أن حان الوقت لبداية جديدة في أمور معينة، ما عادت تمشي بالشكل القديم معاك، في مشروع أو في وظيفة، في مجال أنت حاليا قاعد تعمل فيه تدرس فيه لم يعطيك ثماره بالشكل المتوقع، ولكن أنت تحبه أو استثمرت فيه الكثير، فلهاي الدرجة صاير عندك صعب الرحيل، صعب التغيير. وإن كنت تعرف بينك وبين نفسك أن في أمور معينة ما عادت تمشي بنفس الطريقة، المكان اللي أنت فيه مو مرتاح فيه، حان الوقت للتغيير، حان الوقت أن أنت تشوف مجالات ثانية. أشوف أن عندك عروض مفتوحة لوظائف مشابهة قريبة في مكان ثاني، أو حتى مشاريع، حتى تخصصات مفتوحة أمامك. الموضوع مو مسكر، ولكن أنت هني كأنما استثمارك أو جهودك اللي وضعتها في الفرصة الأولى، المشروع الأول، صاير عندك صعب أن تتركه، كأنما طاقة الرحيل عندك صايرة طاقة عالقة، مو قادر ترحل. ولكن انت عارف بينك وبين نفسك ان حان الوقت ان تنهي الماضي عشان تبتدي في الفرصة الجديدة، عشان تبتدي فرش. انت محتاج الى بداية جديدة وفرش. ممكن عدة مجالات او عدة تخصصات حاليا محيطة فيك، محيطة بتخصصك الاولي، هي اللي راح تعرض عليك هاي البداية الجديدة. شفت الامور الحين شلون عندك، شلون عالقة، شلون متأخرة، الرزق يأتيك بطيء. في المجال الآخر التغييرات ستصبح سريعة، التطور سريع، المبيعات أسرع، حتى تطورك في الوظيفة نفسها أن تصل إلى منصب أعلى راح يكون أسرع، أو حتى في المشروع التغييرات أسرع وإيجابية وبشكل أفضل ومفتوحة، مفتوحة لحد الآن أمامك الأفق أن تقوم بالاختيار. ولكن هل ستظل في طبيعتك الميزانية وتخلي الفرصة تمر مر السحاب بدون أن تختار، بدون أن تقبل على الفرص المشابهة المحيطة؟ كأنما أنت هني الولاء لشيء اخترته في السابق هو اللي قاعد ماسكك في نفس المجال، في نفس القصة. خلنا نشوف السبب وراء وجودك في نفس المكان حاليا، عدم رغبتك في الرحيل، هو أن عندك حب للتحدي اللي يقدم لك هذا المجال، وهذا مو شيء سيء. حب التحدي، حب المغامرة، حب أن أنت تثبت نفسك في هاي المجال حتى وإن كان صعب، هو شيء جدا إيجابي. ولكن هني كأنما الطريق إلى روما راح يكون شوية في مجالك العملي في لفة، عشان تصل إلى الأمور اللي في بالك يجب أن تنهي أمور حالية عندك. راح يكون في تدخل رباني إذا أنت، الرسالة لك، إذا أنت ما اخترت أن تذهب إلى منصب آخر، تخصص ثاني، عرض عمل ثاني موجود أمامك أو متاح، أو حتى تبحث في هاي المجال، راح يكون في تدخل رباني، راح أهم يقومون بنقلك. أنت على وشك أن تكون أو تنقل إلى مجال ثاني في العمل، ممكن حتى في التجارة. أشوفك يا برج الميزان أنت غير راغب في هاي التغيير، ولكن اللي ما تعرفه أن هاي الأساس ينهد راح لحظة البرج، عشان تكون عندنا أرض جديدة نبني عليها من جديد. راح تنزل نعم في الفترة القادمة من مستوى الملكة إلى مستوى الأغصان، ولكن اللي أنت مش واعي له أن التخلي على جزء عن جزء من استقرارك في الوظيفة الحالية أو مشروعك الحالي أو شيء اللي استثمرت فيه لحد الآن الكثير من الجهود، راح في النهاية الطريق الجديد، وإن كان المنصب أقل أو الراتب أقل، المنصب الوظيفي أشوفه أو المشروع حتى أبسط، أنت متخلي عن مشروع أكبر عشان تدخل في مشروع أبسط، ولكن هو الطريق اللي راح يؤدي فيك إلى كل ما تتمناه في الحياة يا برج الميزان. كأنما أنت متوقع أن الطريق الصعب اللي فيه تحدي هو اللي راح يقيدك نحو أمانيك في الحياة، ولكن اللي أنت مو عارفة هني في جزء مخفي عنك لحد الآن، لأن لحظة البرج لحد الآن أشوفها ما وقعت في حياتك. لحظة البرج
هي التغييرات اللي خارجة عن إرادتك، لما المشروع من نفسه يتوقف، لما يكون في نقل في الوظيفة لك ولكن من دون الأخذ برأيك، يعني شيء خارج عن إرادتك سيحدث، وراح تدرك أن الشيء اللي أنت في البداية نظرت له على أساس أنه بسيط، على أساس أنه مو بمستوى وظيفتك الحالية أو مشروعك الحالي وضعك الحالي، هو أفضل، لأن هاي الشيء الفرصة الجديدة تحتاج منك جهود أقل وتتعبك أقل، يعني تكون فيها مرتاح، وضعية اللي مرتاح تضع فيها فقط القليل من البذور وتطلع لك الكثير من الثمار. عندك كرت تحقيق الأمنية، الأمنية راح تحصل عليها عن طريق الفرصة السهلة اللي تأتي في طريقك خلال شهر مايو. راح ننظر إلى الجانب العاطفي ونشوف ما هي الرسائل إليك في هاي الجانب خلال شهر مايو. طبعا القراءة العاطفية راح تكون عامة، راح أسوي قراءة عاطفية خاصة بشهر مايو، ونسوي على حدة المنفصلين والمتزوجين والعزاب. فإذا ما انطبق عليك بالضبط الوضع العاطفي العام، وضعك العاطفي الخاص إن شاء الله سيكون في القراءة العاطفية. أنت على وشك الدخول في مرحلة جديدة مع الشريك، القراءة بالنسبة لك تبتدي من هني. عزيزي برج الميزان، أشوف أن عندك أحد في حياتك، الأمور لحد الآن أو في السابق ما مشت حسب المتوقع، ما كانت تعطيك الأداء، هني الأداء لا يليق بتوقعاتك. هذا الشخص دائما كان غير ناضج، غير متأكد أنه يريد أن يبقى أو يكون أصلا في حياتك، دائما أنت اللي كنت متأكد تريد هذا الشخص أو تريد هاي النوع من العلاقة، ولكن الشخص اللي قاعد تتعامل معه، أو ممكن يكون العكس، دائما القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، ولكن في شخص هني غير متأكد، متأرجح، ساعات يقول أرغب في هذا الشخص ويقرب منه، وساعات ثانية يبتعد ويرجع إلى حياته العادية. عزيزي برج الميزان، خلال شهر مايو سيحدث عندك إلهام، ستأتيك مثل هاي الشخص إنه راح تحلم، راح تأتيك أحلام خلال هاي الشهر، الأحلام هذه اللي تراها في المنام راح توعيك عن دور هذا الشخص في حياتك. بعض الأشخاص دخولهم في حياتنا عشان فترة معينة، عشان سبب معين، وبعض الأشخاص يبقون عمر بأكمله. فإذا كنت أنت اللي لحد الآن مش متأكد، ستعرف عن طريق التواصل الروحي، عن طريق الحلم، ما هي طبيعة علاقتك أو السبب وراء دخول هاي الشخص في حياتك، أوكي؟ وهاي اللي يخليك أقوى بدناً، أقوى عزيمة على أن تأخذ العلاقة إلى المستوى التالي معه. إذا أنت كنت المتأكد في الموضوع، فالشخص الثاني اللي كان متأرجح يدخل حياتك ويطلع، ساعات يكون موجود، ساعات يكون لا مو موجود، هذا الشخص راح كأنما تأتي لحظة تنوير، لحظة فكرة، لحظة إلهام، يتذكر فيها كل الفرص. دائما ثلاث الخماسيات تتكلم عن الفرص اللي أمامنا، راح كأنما يصل إلى معلومة أو يكتشف أنه يستطيع إنجاز الكثير من أمور حياته أو رغباته معاك أنت، راح يكتشف أنه من السهل، يعني أنت سهل أنه يبني معاك حياة، من أجل ذلك سيختارك، من أجل ذلك ستكون في بداية تواصل، بداية رسائل بينك وبين هذا الشخص. أشوف أن البادرة ستأتي منه، كلام بسيط في البداية، كلام مثل أهلين شخبارك، أهلين وحشني، كلمات صغيرة ولكن معبرة عن رغبة هذا الشخص حاليا في الالتزام بعد فترة من البارد والحار، يقترب ويبتعد، بعد هاي كلها رح يكون شوية مستعد أن يأخذ الأمور إلى مستوى ثاني. هذا في حياتك العاطفية. خلينا ننظر على الصعيد الصحي والقانوني، ما هي الرسائل لك؟ برج الميزان، أشوف أن عندك مشكلة بسيطة بخصوص الإنجاب، أوكي؟ يعني في عائق بسيط
يعني عائق ما رح يأخذ الكثير من الوقت والجهد أو التعب، ولكن هي في الفترة القادمة مساعيك رح تكون بخصوص الإنجاب، بخصوص خصوبتك، بخصوص هاي الأمور، هاي النوع من الأمور، كأنما أنت غير متأكد. هني أنت قاعد كأنما تحاول الانعزال بدل ما تواجه المشكلة. المشكلة جدا بسيطة وحلها بسيط، لا يستدعي حتى تدخل جراحي أو أي شيء، ولكن أنت كأنما هني عندك نوع من الكبرياء، لا تريد أن تعالج في مشكلة حساسة عندك. أوكي، مهما كانت بالنسبة لك، ممكن تعني بالنسبة لك البدانة، مناطق معينة عندك تحسس في مشكلة أنت لا تريد أن تواجهها، ولكن اللي أنت ما تعرفه عن هاي المشكلة اللي أنت قاعد تحاول تتفاداها، هاي المشكلة حلها جدا بسيط، حبوب بسيطة لمدة أسبوع لمدة أسبوعين، هاي النوع من الحلول. فلا تحس أنك ضائع، لا تحس أن هذه المشكلة هي تعكسك أنت كشخص، هاي النوع من المعضلات الصحية خصوصا اللي نواجهها في الأماكن الحساسة أو في الأمور اللي حساسة تجاه قلبنا. مو شرط يكون مكان حساس، الموضوع حساس بالنسبة لنا إحنا. فهني حان الوقت إن أنت تواجه الموضوع، تطلع من وضع السبات، تطلع من وضع إن أنت، لأن هني في انعزالك كأنما قاعد تكبر المشكلة. هي أساسا ليست مشكلة، ولكن كأنما هني أنت لا تريد أن تنكشف أو تكشف للآخرين هاي المشكلة. فهني يقول لك إذا ما كنت تريد أن تكون علنية، أوكي، عادي جدا أن تحافظ على خصوصية نفسك، راجع الطبيب بشكل خاص بتكتم بدون أن يعرف عنك أحد شيء. هاي النوع من الـ الأمور اللي راح تواجهها. إذا ما عندك أي مشكلة صحية معناتها الأمور جدا ممتازة، أنت في فترة مريحة والقادم أجمل بإذن الله. رح ننظر على الصعيد القانوني. أوكي، في أحد يحاول أن يعتذر أو يعوض عنك خسارة حدثت في الماضي. في أحد خسرك مشروع معين، خسرك فرصة تجارية، أو تدين منك ولم يرجع لك الأموال، وعدك بمبلغ مالي ولكن ما رجع عليك. هاي نوع من الطاقة عندك على صعيد الأمور القانونية، ولكن أشوف أن أنت يا برج الميزان اخترت أن بينك وبين نفسك تنسى الموضوع، لأن تعبت، كأنما دخلت في نقاش حاد، دخلت في دوامة. دائما ثلاثة سيوف، إحنا دوامة مع أشخاص ثانيين مقادرين نحصل على حل، من الذي سيفوز؟ فكأنك أنت انسحبت من النظام القانوني، لأن شفت أنه لن ينصفك حقك. لماذا؟ الاحتمال لأنك أنت اللي اخترت أن ما يكون في إمضاء رسمي، ما يكون في عقد، ما حطيت نفسك في وضع أنت محمي فيه قانونيا. فإذا كنت تنتظر الفرج أو تنتظر حل، ففي شخص أما سيحاول، أحد الأفراد سيحاول أن يعتذر منك في الفترة القادمة، إنزين، أو بعض الأشخاص اللي يرون حالتك مع النظام القانوني راح يحاولون أن يتدخلون ويساعدونك، يعينونك على أن توجد الحل، لأن كأنما هني القانون عجز أن يوجد لك الحل بسبب أنك أنت أيضا في البداية ما حطيت نفسك في وضع قانوني. ولكن لا تخشى ولا تحزن، أن الأمور في النهاية كأنما هاي الأشخاص اللي كانوا في البداية لك أعداء أو خصوم، هم اللي راح يخرج منهم شخص يساعدك، شخص يقدم لك معلومة، يقدم لك طريقة، يقدم لك فكرة، يحاول أن يلين الماء، طاقة التليين، إرخاء الموضوع. فهذا خبر جدا ممتاز على الصعيد القانوني. خلونا نشوف ما هي الأخبار القادمة بطريقك، أو من القادم في طريقك، ما هي الرسالة بهذا الخصوص. برج الميزان، الخبر القادم في طريقك هو زواج أحد المعارف أو الأقارب اللي أصغر منك سنا، ولكنهم سبحان الله حدث لهم نصيب الزواج أسرع منك. ولكن اللي قاعدة أشوفه أن أكثركم يا ميزانيين
ستكونون مقتنعين، عندكم قناعة، عندكم توكل على الله سبحانه وتعالى، أن تقولون أوكي هذا الشخص نعم أصغر منا في السن وتزوج قبلنا، احتفلوا فيه قبلنا، بسرعة أسس نفسه، أسس حياته، كأنما أنت هنا قاعد تطالع حياته، هذا الشخص القريب منك أو اللي تعرفه، أنه بسرعة مشت الأمور من ناحية الزواج والعاطفة في حياته. ولكن في نفس الوقت عندك قناعة، عندك قناعة أن أنت في مرحلة مختلفة عن هذا الشخص، دربك يختلف عن دربه، عندك أيضا قناعة أن الشخص المناسب في الوقت المناسب سيأتي لك، وهذا شيء جدا إيجابي من هاي الناحية. عندك قناعة أنك ما راح تنزل معاييرك، الإمبراطور لا يناقش معاييره، فكأنما أنت هنا عندك قناعة أن يا أحصل على الشخص اللي يقدرني واللي يعطيني اللي أستحقه في الحياة، والعطاء يكون متبادل ومتساوي وفقا لمعاييري الخاصة، وفقا لرغباتي، وفقا للأمور اللي أنا حطيتها في بالي، اللي أنا قررتها من فترة طويلة، وإن كانت نجمة وإن كانت بعيدة وإن كانت لحد الآن لم تحصل، ولكن عندك طاقة لن أتنازل عن الشخص اللي في بالي، عن معاييري، عن الحب، ما راح تتنازل، راح بالعكس يعطيك الموضوع أمل أن أنت على الطريق الصحيح. وراح أسحب لكم كرت أخير تبع النصيحة، spiritual connection، الارتباط الروحي، يعني شخص أنت مش موجود معاه جسديا ولكن لحد الآن في تخاطر بينكم، في حبل من الأفكار، في حبل من الطاقة. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. عندك شخص في حياتك، ولكن هذا هو السر بالنسبة لك يا برج الميزان، الشخص اللي في بالك اللي لحد الآن مصر أنك ما تتنازل عنه، احتمال أنك التقيت فيه أو لحد الآن ما التقيت فيه، يختلف الوضع بالنسبة لكم، ولكن أنت متأكد منه أنه هو موجود، النجمة وإن كانت بعيدة إحنا نشوفها، أنت متأكد منه، أنت تقدر، وهاي الناس ما تقدر تشوفه، ما تقدر تلمسه، ولكن عندك ثقة، تقدر تتأكد من الارتباط الروحي بينكم، أن في تلاقي في المنتصف، متى هذا العلم عند الله، ولكن أنت متأكد، أو هني يقول لك تأكد، أن الإحساس اللي أنت تحسه بوجود الشخص المناسب، بالرغبة أو الاشتياق لشخص لحد الآن ما ارتبط فيه أو لحد الآن لم يدخل حياتك، هو إحساس موجود، الارتباط موجود بينكم قبل هذه الحياة، قبل أن تأتون حتى إلى الدنيا، في بينكم أمور انبنت في السابق، فأنتوا كأنما إهني بانتظار التوقيت، الظروف المناسبة للالتقاء. الالتقاء ما يكون بيدك أو بيده، في أمور معينة خارجة عن إرادتنا، ولكن في الظروف والوقت المناسب رح يكون بينكم التقاء. شلون تعرف أنه هو الشخص المناسب؟ دائما تسألوني، لما تحس أنه فعلا معاه تحس بنفس الرابط الروحي اللي كنت تحسه في السابق، لا تشتاق إلى شخص غيره، لا تفكر في شخص غيره، العلاقة اللي أنت تطمح فيها، أنت بينك وبين نفسك تحلم فيها وتتخيل شخص بهكذا مواصفات، ستعرفه عندما تعرفه.